هذه جامعة، جامعة النجاح العريقة والقلعة العلمية الشامخة منذ أوائل القرن الماضي، حينما كانت مدرسة ثم كلية ثم جامعة، والتي حدثت فيها مؤخرا أحداث مؤسفة وغير حضارية استخدم خلالها الفلفل والسلاح، حيث ألقت بظلالها السلبية على الجامعة، إلى أن تدارك مجلس الأمناء، مجلس أمناء الجامعة، هذا الوضع الشاذ الطارئ، فأخذ عدة قرارات حكيمة وصارمة لإعادة الجامعة إلى سابق عهدها بهيبتها وسمعتها وحصانتها. ولكن ومع الأسف هناك عدد من الطلاب الذين تم الاعتداء عليهم قد زجوا في السجون، والسؤال أين اعتقل هؤلاء الطلاب؟ إنهم في سجن أريحة سيء السمع والصيت، ويطلق على سجن أريحة بسجن المسلخ. لماذا؟ لما يعانيه المعتقلون من التعذيب. ولكن بحق من؟ بحق أبنائنا، بأبنائنا. وهذا هو المؤلم والمحرج، وعليه